أصبح الناس كما أنهم يحرصون على المال يحرصون على المناصب والجاه والشهرة، إذا ارتقى إلى منصب فرح مسكين يظن أن ذلك المنصب الذي على به أعلى من المنصب السابق، يظن أنه خير له ويستقبل التهاني ويضع الحفلات وما شابه ذلك، وكأننا نسينا قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن ابن سمرة قال: يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها وكلت إليها وإن لم تسألها أعنت عليها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث كعب بن مالك عند أحمد والترمذي قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من حرص المرء على المال والشرف لدينه. المال معروف، الشرف هي المناصب، هي الجاه، الشهرة، التفاخر. ذئبان جائعان لو أرسل في غنم ضعيفة كيف يكون إفساد هذين الذئبين في هذه الغنم الضعيفة؟ ذلكم الإفساد، حرص المرء على المال وعلى الشرف أعظم إفسادا لدينه من إفساد هذين الذئبين في الغنم.